السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواننا المشاهدين في برنامجكم برنامج 90 دقيقة مع انطلاقة القسم الثاني. طبعا اليوم يعتذر معانا أخونا ماهر الشمري ظروف الخاصة، وراح يكون معانا متواجد في هذا الاستوديو الدكتور موفق المولى عضو لجنة التطوير في اللجنة الفنية في اتحاد كرة القدم. حياك الله دكتور. حياك الله، شكرا. يعطيك العافية دكتور. طبعا احنا بنتكلم بشكل سريع عن القسم الثاني، اعتقد ان القسم الثاني راح يشهد إثارة، واعتقد انه قسم ناري. لو بنتكلم عن نقاط القوة والضعف في الفرق، اعتقد الريان كانت عنده مشكلة في وسط الارتكاز، فشفناه جاب اللاعب الارجواني فرنانديز في وسط الارتكاز. ايضا الغرافة عمل تجديد كبير، سيلاس اللي كان لم يقدم المستوى استعان بافضل مدرب، طبعا من وجهة نظر البرنامج او كثير من النقاد استعان بافضل مدرب تقريبا الموسم اللي فات هو الالم بيران، وحقق نتائج جيده مع فريق الخور، اذا تغيير فني. وايضا استعانه باللاعب نيني، واعتقد البرازيلي من باريس سان جيرمان، واللاعب سيسي اللاعب الفرنسي لاعب دولي سابق، واعتقد ايضا الغرافه قادم بقوه. نروح مع ايضا فريق الجيش، كانت عنده مشكله في وسط الارتكاز، واعتقد مع كثره اصابه احمد حديد استعان باللاعب الكوري كو سيولكي، لاعب كوري ايضا مهاجم، واعتقد ايضا راح يعطي اضافه. ايضا فريق الخور لم يحقق الاهداف او الفينشنج كان عنده قليل جدا، اعتقد بان اللاعب مورينيو راح يعطي الاضافه. فريق الوكره ايضا، ايضا فريق الاخويه ما كان عنده اللمسه الاخيره، استعان باللاعب يوسف المساكني. اعتقد ان فريق في القسم الثاني معظم الفرق ايضا عززت صفوفها، واعتقد ان الدوري راح يتطور بشكل اكثر. الاستعانه بهذه العناصر دكتور موفق والتجديد وحسب احتياجات الفرق، ماذا تعتقد الدكتور ايش راح تعطي اضافه فنيه للقسم الثاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا من المبكر جدا ان نحكم على ان هذا التغيير حيكون لصالح الدوري او لغير صالحه، نحتاج الى وقت اكبر. الاهم من تغيير في اللاعبين ان يكون هناك معالجه لمشاكل الفرق، هناك الكثير من المشاكل التكتيكيه اللي يجب ان تعالج قبل التفكير بتغيير اللاعبين. يعطيك العافية دكتور موفق. طبعا بعد قبل أن نروح الفاصل أو التقرير، راح نستضيف بعد الفاصل بإذن الله أو بعد هذا التقرير مدرب الوكرة مدرب محمد زرفش، وراح نتناقش معه في أمور كثيرة تهم الشارع الرياضي وتهم الشارع الوكراوي بشكل خاص. نروح مع بعض نشوف تقرير الجولة. جولة الاستئناف جاءت عامرة بالأهداف، ودور النجوم من جديد يعود بمنافسات بين زعماء وملوك وصواعق وأسود وفهود. ففي الافتتاح الريان ألقى البيان، هزم أم صلال الذي بدا كالأطلال، أمطر الرهيب الشباك بثلاثية تشيونغ ونيلمار وتباتا مقابل هدف واحد لأم صلال جاء بتوقيع ساشا. لخوية أوقف زحف الجيش، تقدم الأخير بهدف أدريانو، إلا أن نجوم لخوية ما وهنوا ولا استكانوا، ردوا بهدفين أمطاي على طريقة الانتقام، فما كان من الجيش إلا الصمت والاستسلام. كالعادة السيلية يفشل في الحفاظ على الانتصار، ويسقط مجددا في دوامة الانكسار، تقدم بهدفي بارو وسيلفيا، إلا أن الوكرة كان جاهزا بثلاثية الردود، واضعا لمغامرة السيلية كل الحدود، وكيف لا ومعه أنور ديبا ويونس محمود. الغرافة يعمق جراح الخريطيات بثلاثة أهداف لهدف، انتزع الفوز والنقاط، بلال وتردلي ونيني فهود هزت الشباك، تاركين للخريطيات رغم هدف كيبي خوفا ورعبا وارتباك. الزعيم يتخطى حاجز الملك، بادر يوسف أحمد للسد، وكان عقيل قطر جاهزا بالرد، إلا أن راؤول أنهى الكلام ووضع الحد، ووهب فوزا ونقاطا هي الأغلى للسد. العربي يعود للانكسارات، والخور يستعيد نغمة الانتصارات، بهدف برونو الوحيد عاد الخور من جديد، ورجع العربي من ملعب المباراة تائها شريد. We'll be right back.
حياكم الله اخواننا المشاهدين. طبعا اليوم راح نتحاور مع مدرب نادي الوكره محمد بزربش. طبعا احنا كالعاده دائما نقوم بتقديم المدربين، ولكن اليوم نضع الكلمه لك، ممكن تقدم نفسك للجمهور. Présenté pour voir, je suis entraîneur de Vakra. Ça fait 14 ans que je suis entraîneur. J'ai travaillé en France pendant 4 saisons en Ligue 1, 4 saisons en Ligue 2. J'ai travaillé une saison en Tunisie. Également, j'ai travaillé 5 saisons dans la formation à Football Club Sochaux Montbéliard. Voilà. J'ai passé ma carrière à Yougoslavie. وأتمنى أن أنهي حياتي في كرة القدم هنا وفي العالم. طبعا نرحب فيك في هذا البرنامج. طبعا هناك الكثير من الأسئلة وحبينا نتناقش معك كابتن. طبعا بشكل عام قبل أن نتكلم عن الدوري القطري، هناك سؤالين. ما هو الفرق بين الوكرة سنة 2007 و 2006-2007 والوكرة في هذه السنوات؟ كيف تقيم تطور الكرة القطرية بشكل عام وأداء نادي الوكرة بشكل خاص؟ Je vous dis honnêtement, développement du football qatari, je joue très très bien. Je pense qu'il y a encore des choses à améliorer. Mais je pense que Vakra n'a pas suivi.